شايفين في مشكلة هنا لما بنبدأ ندور المحرك بص اللي هيحصل، شايفين عامل ازاي، شايفين واصل لغاية فين، والمحرك سخن ساخن اهو واعطيني 2000 لف. هنشوف بقى ايه المشكلة دي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحالة اللي انتوا شفتوها دلوقت خاصة بسيارة الار بي ام ما بينزلش عن 2000 لف، 1700-1800 لفة في الدقيقة. طبعا وللأسف الشديد تم تغيير بلف الايدل مرتين. فكرة التغيير يا جماعة، وطبعا اتكلمنا في حلقات طويلة على الموضوع ده، ما ينفعش الميكانيكي يقول لك غير البلف او السنسور ده او الحساس ده تجري تغير. قناة مليانة فيديوهات خاصة بتيست او اختبارات الحساسات دي قبل التغيير لانها كلها بتبقى غالية. المهم الحلقة دي انا عايز افهمكم ازاي تبدأوا تفحصوا الموضوع من السهل للصعب لغاية ما نوصل الحل ايه. نشوف مع بعض كده. طيب اللي احنا الشكل ده حاجة من اتنين، اما في ليك هواء داخل جوه الانتاج جوه التلاجة، او في مشكلة في الفالف ايدل اللي هو ده. فهنشوف الاسهل كده قبل ما نفك حاجة عشان نشوف الانتاج او التلاجة بتاخد هواء ولا لا. هنعمل نشيل الهوز او الخرطوم اللي واصل بيه اللي هو السيرفو او اللي هو المساعد الخاص بالفرامل. هنحط دلوقتي العداد بتاعنا بتاع الفاكيوم ونشوف الفاكيوم كام. كده واصل كده هنا. هنشغل السيارة ونشوف الفاكيوم واصل كده. المفروض الفاكيوم ده يبقى فيه الرينج الاخضر ده، يبقى كده مفيش تسريب للهواء. تمام كده. هنشوف بقى مع بعض. طيب زي ما احنا شايفين في الجزء الاخضر في الرينج الاخضر، معنى كده مفيش اي هواء بيدخل في المنفل او في التلاجة، يعني معنى كده مش السبب دخول هواء. طيب زي ما احنا شفنا كده مفيش مشكلة عندي. طيب اللي انا هعمله بقى تاني هنشوف الفيشة الخاصة بالايدل ده، هنشوف اهم حاجة في كهرباء وصلالة. دي اربع اطراف، المفروض كل طرفين بدوني ال 12 فولت. هنشوف بقى مع بعض الافوميتر كده. شغلنا المفتاح الكونتاكت، الكهرباء شغالة، كهرباء المحرك شغالة بس المحرك واقف. هنجيبه ده على 20 فولت ونمسك كل طرفين مع بعض كده وهنبدأ نقيس. شايفين؟ تمام. الطرفين التانيين اللي جنب بعض اقصى اليمين، شايفين؟ يبقى كده الكهرباء واصله للايدل نفسه. طيب يبقى الحل التاني هنفك الايدل نفسه ونشوفه بيستجيب للكهرباء ولا لا. هنبدا نفكه ونشوف ازاي. عشان تسريب الهواء نتاكد انها موجوده. ادي ده كده اللي احنا هنعمله، هنحط الفيشه ونشوفه هل في رد فعل ولا لا. كده ركبت زي ما احنا شايفين اهو، كده باينه جدا. هنفتح الكونتاكت ونقفله نشوف ده بيتحرك ولا لا. شايفين شغل، شايفين الحركة بتاعته، هي كلها في حدود السنتي، في حدود العشرة ملي. افتح كده اقفل تاني، شايفين؟ يبقى ده كده شغال. شايفين الشكل؟ طبعا شفتوا اللي حصل. انا سبت الوضع ده عشان تشوفوا الاختبار ده شكله ايه. الافضل اللي ما عندوش خبرة، الافضل ان هو يفضل الايد اللي راكب مكانه وفي نفس الوقت يبقى يمسك بايديه الايدل نفسه يحس بالذبذبه بتاعته. وفي جميع الاحوال الايدل زي ما احنا شفنا هو شغال. طيب ده الفحص العادي.
ما وصلناش لنتيجة، كل شيء سليم، ايه المشكلة بقى جاية من ايه كده؟ لازم نفهمين المحرك شغال ازاي. المحرك الـ RPM عالي، يعني احتمال يكون البوابة عاملة ستاك معلقة واقفة في مكان معين ما بتنزلش عنه. هنشوف كده مع بعض. طيب بصوا يا جماعة بقى، في لاحظت حاجة أنا، شايفين البوابة دي؟ شايفينها عاملة ازاي؟ مفتوحة. المشكلة بقى في ايه دلوقتي؟ ايه بقى؟ مش ليك انت، الكلب ده مشدود قوي فاتح البوابة، يعني كان في شغل او حاجة، فده كده مش مشدود صح، يعني لازم يبقى فيه يكون مرتخي، ما يبقاش مشدود كده. الشدة دي بتفتح البوابة. البوابة بس عاملين اسمعوا الصوت كده، تبقى مقفولة. هي كانت عاطية زاوية كده، حاجة بسيطة قوي كده، فكده نسمع كده كده تمام. الواير او السلك ده صح كده، نروح جايين قافلين دي، شايفين ازاي كده كده، بس كده. نشغل بقى المكنه بتاعتنا ونشوف كده. شايفين؟ الحمد لله اتظبطت. كان موضوع بسيط جدا، ودخلنا في متاهات، ولكن طلع البوابة الكابل مشدود اكتر من اللازم. طبعا زي ما شفنا، يعني هو عيب بسيط جدا، يعني ممكن محدش ياخد باله منه ويبدأ، وفعلا تم تغيير حساسات بدون اي داعي، والعيب كان في منتهى البساطة زي ما انتوا شفتوا. هي دي فكرة الاصلاح اللي انا عايز الجميع يبقى متبعها في السيارة بتاعته. بس ونشوفكم في حلقة جاية بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله.